واحنا صغيرين العادي انك تعيش اللحظة، تلعب وتجري وتتنطط ومش شاغل دماغك بأي حاجة تانية. بس لو لقيت طفل صغير عارف هو عاوز ايه، بيرتب خطواته وأولوياته واهتماماته علشان يقدر يوصل للي هو عاوزه، تفتكر ده هيكون طبيعي بالنسبة ليك؟ بطلنا والنهاردة السير مجدي حبيب يعقوب. اتولد في الشرقية وهو عنده 5 سنين ماتت عمته بسبب مرض في صمام القلب، والموضوع ده أثر عليه كتير جدا، وقرر انه لما يكبر يكون جراح قلب علشان يقدر يساعد الناس. كبر ودخل كلية طب القاهرة، وبعد ما اتخرج سافر على بريطانيا لانهم كانوا متطورين جدا في مجالات القلب. بدأ انه يذاكر ويجتهد ويطور من نفسه ويتدرج في العلم لحد ما قدر انه يدخل موسوعة جينيس، لانه في سنة 1983 عمل عملية زرع قلب لشخص عايش 33 سنة علشان يكون أطول شخص يعيش بقلب منقول. وفي سنة 1992 كان عمل أكتر من 20,000 عملية قلب في بريطانيا، وملكة بريطانيا أعطته لقب نايت أو فارس، وعلشان كده بيطلق عليه السير مجدي يعقوب، وأطلق عليه في الإعلام البريطاني لقب ملك القلوب. وفي سنة 2007 أخذ جايزة فخر بريطانيا لأنه ساهم بشكل كبير في مجالات القلب. وفي سنة 2008 عمل مؤسسة مجدي يعقوب في أسوان علشان يقدر يساعد مرضى القلب بالمجان، وهيتوسع في القاهرة بإذن الله كمان، وعمل مؤسسة خيرية سماها سلسلة الأمل علشان يساعد الأطفال في الدول النامية من كل أنحاء العالم. وفي سنة 2011 أخذ قلادة النيل العظمى بعد ما صدق عليها الرئيس محمد حسني مبارك لأنه قدم كتير في مجال جراحة القلب، ومكمل في الأبحاث بتاعته وفريقه علشان يقدر يستخدم الخلايا الجذعية ويحسن من عمليات زراعة القلب. ونشوفكم على خير في نواة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.